السلام عليكم. قبل تقريبا أكثر من شهر ونص أنا طلعت فيديو وقلت أن القادم سيء، وقبل تقريبا أسبوع طلع المرشح والدكتور فواز الجدعي وقال أن القادم أسوأ، وأمس أو قبل أمس طلع الدكتور فيصل أبو صليب وقال أن تكرار حل البرلمان هو مؤشر لحدوث تغييرات قادمة. أنا أتوقع زين، وحسب فهمي وبحسب الكلام اللي أنا قلته أن القادم سيء، أن التغييرات هي تغييرات قانونية ودستورية وأمنية. خلال الشهرين الماضيين تقريبا أغلب القرارات اللي قاعد تصدر سواء من الحكومة أو الجهات الأمنية هي قرارات أمنية، مثل يعني قرارات سحب الجناسي. إذا يعني قرار سحب الجناسي يعني بدون تكسبات من النواب ولا شيء، قرار سحب الجناسي متوافق مع قانون الجنسية فهذا حق للدولة، الدولة ما ظلمت أحد نهائيا. وفي قرارات مثلا ممتازة، مثل شنو؟ مثل منع رش الماي في هلا فبراير وغيره. بالفعل صحيح أن يعني وزارة الداخلية نجحت في هذا الأمر، وفي يعني أمور قانون أمنية أخرى قامت فيها وزارة الداخلية، مثل منع التجمعات وتصريح وزير الداخلية اللي قال أن إحنا راح نقوم بزيادة الغرامات أو المخالفات على بقانون المرور. وفي أمور أخرى أنا أتوقع أنها راح تصير أمور دستورية وقانونية وأيضا أمنية، أكثر شيء أتوقع أنها راح تكون أمنية. لكن خلاصة من هذا الكلام يا جماعة، بإذن الله أن الدولة والأسرة الحاكمة ما راح تظلم أحد، أنا متأكد أن الظلم هذا ليس موجود في قاموس هذه الأسرة نهائيا. مهما يصير من قرارات أمنية أو قانونية أو دستورية يا جماعة، طالعوا الكويت أو شوفوا الكويت أمام عيونكم، ترى إحنا للآن بخير ونعمة، وبإذن الله حتى القادم من الأيام راح نكون في خير ونعمة. ونتمسك بالقيادة السياسية، صاحب السمو أمير البلاد الله يحفظه، وأيضا مو عيب أنك توجه الحكومة، أنك تنتقد الحكومة في أمور يعني وفقا للأدب والأخلاق والمنطق، وتنتقد بعض الخدمات، هذا أمر جيد يعني. بالعكس أن الحكومة تنتبه لنقص هذه الخدمات وتقوم بإصلاح هذه الخدمات، لكن إن شاء الله أن القادم أفضل.